أنجز القسمة التالية: 2357 قسمة 23، المقسوم، المقسوم عليه، الخارج، الباقي. والباقي دائما أصغر من المقسوم عليه، دائما الباقي أصغر من المقسوم عليه، يعني الباقي هنا سيكون أصغر من 23. لو ديفيدوند، لو ديفيزور، لو كوسيون، لو غيست. أكتب مضاعفات المقسوم عليه، سأستعين بها. الضرب في صفر صفر، الضرب في واحد لا يزيد. انظروا، 2 في 3 6، 2 في 2 4، 3 في 3 9، 3 في 2 6، 4 في 3 12. أكتب 2 أحتفظ بواحد، 4 في 2 8 والاحتفاظ 9، 5 في 3 15. أكتب 5 أحتفظ بواحد، 5 في 2 10 والاحتفاظ 11، 6 في 3 18. أكتب 8 أحتفظ بواحد، 6 في 2 12 والاحتفاظ 13. 7 x 3 font 21. J'écris 1, je retiens 2. 7 x 2 font 14 plus la retenue 16, etc. 8 في 3 24. أكتب 4 أحتفظ ب 2. 8 في 2 16 واحتفظ 2 18. 9 في 3 27. أكتب 7 أحتفظ ب 2. 7 في 2 18 واحتفظ 2 20. دائما الضرب في 10 أضيف 0. انظروا، أخذ قوسا يساوي المقسوم عليه أو أكبر. 23 أضع فوقها القوس، لأن 2 أصغر من 23، 23 تساوي 23، هذا جيد. في 23 كم من مرة 23؟ أبحث عن 23 أجدها. إذا الخط مرة فوقها فأخذ واحد وأكتب واحد. 1 في 23 23، وأنجز عملية الطرح. بعد الطرح أنزل الرقم الموالي. ثم في 5 كم من مرة 23؟ أبحث عن 5، 5 هنا محصورة بين الصفر و 23، فأخذ الأصغر هو الصفر. هنا حالة خاصة، عندما أكتب صفر أنزل 7 فيصبح لدي 57، أو أتابع كما أفعل دائما، صفر في 23 صفر و 5 ناقص صفر 5، أنزل الرقم الموالي. لاحظتم 57، لذلك قلنا عندما نضع صفر هنا أنزل مباشرة 7، لا داعي لي أن أنقص الصفر من 5. في 57 كم من مرة 23؟ أبحث عن 57 هنا محصورة بين 46 و 69، وأخذ 2. 2 في 23 46، عملية الطرح. 7 ناقص 6 1، 5 ناقص 4 1، ليس لدي ما أنزله، هذا يعني أنني أنهيت عملي. أحيانا نكتب المتساوي المميز للقسمة الإقليدية كالتالي: المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي، زائد الباقي، والباقي دائما أصغر من المقسوم عليه. و هذا حرف الواو، و والباقي دائما أصغر من المقسوم عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.